Ronaldo يقرب كرة جول كرة جول كارفاخال رونالدو جول 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 متعود دائما ضربه مدريد ضربه كريستيانو رونالدو أنا ما أقول في البدايات أن رونالدو واخد برشا جيجي بوفون هذا الجول صاروخ ماديرا جولاتو ديل ميرينجي زيزو حطت لها رونالدو في النهاية رجع للأمور البنكية 80 مليون يورو البطل ما زالت ريال يا سوبر يا ماريو سمعني صوتك سمعني صوتك وريني ساقك ما احلى ساقك كره تصوت وتنساك السيد العجوز بشبانيا ورجاليا لا تعرف معنى الاستسلام كرينتوسو بنزيما حط الكره خطيره الريال يضغط وكازيميرو جول But, 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 tor, 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 tor. هذا بونتو يا كازيميرو. الألوان في الأربعتاش رأوا بالعجدي في الستاش بالعجدي والثالث من كريستيانو رونالدو في الكاتر كي الكي والري الري رونالدو الكرة الثالثة وانهوها خطموها فجروا البوفون واليوبي دوبلتا دي كريستيانو رونالدو الولياقة البدنية المهارة الرباعية 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 اسينسيو اسينسيو في الاسانسير يصعد لبيتر يطلع المصعد ويصعد بالريال الى سكور تاريخي فانتاستيكو مدريد اون جراندي مدريد رونالدو يقرب كورة جول كورة جول كارفاخال رونالدو جول 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 متعود دايما ضربه مدريد ضربه كريستيانو رونالدو انا ما اقول في البدايات ان رونالدو واخد برشا جيجي بوفون هذا الجول صاروخ ماديرا جولاتو ديل ميرينجي زيزو حطت لها رونالدو في النهايه رجع للامور البنكيه 80 مليون يورو البطل ما زالت ريال يا سوبر يا ماريو سمعني صوتك سمعني صوتك وريني ساقك ما احلى ساقك كرة تصوت وتنساك السيد العجوز بشبانيا ورجاليا لا تعرف معنى الاستسلام كرينتوسو بنزيما حاط الكرة خطيرة الريال يضغط وكازيميرو جول بوت 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 تور 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 هذا بونتو يا كازيميرو الالوان في ال 14 رأوا بالعجدي في ال 16 بالعجدي والثالث من كريستيانو رونالدو في الكاتر كي الكي والري الري رونالدو الكرة الثالثة وانهوها خطموها فجروا البوفون واليوبي دوبلتا دي كريستيانو رونالدو الولياقة البدنية المهارة الرباعية 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 اسينسيو اسينسيو في الاسانسير يصعد لبيتر يطلع المصعد ويصعد بالريال الى سكور تاريخي فانتاستيكو مدريد اون جراندي مدريد Hey guys, Flo here bringing you this Champions League match in FIFA 16 with Champions League graphics. I'm gonna let you watch the match with the broadcast camera. This is if you want a prediction of the Champions League final from this season, my opinion, Bayern Munich and Real Madrid are the toughest teams and they are gonna meet in the final. I'm gonna let you watch the match. If this goes well, I think I'm gonna do some Europa League graphics as well. And of course, my career mode is underway. You guys know that I like to spend a lot of time on the graphics and everything. And yeah, hope you guys enjoyed this video. Please drop a like, subscribe, and all of that crap. I'll see you next time.
Hey guys, Flo here bringing you the Champions League match in FIFA 16 with Champions League graphics. I'm gonna let you watch the match with the broadcast camera. This is if you want a prediction of the Champions League final from this season. My opinion, Bayern Munich and Real Madrid are the toughest teams, and they are gonna meet in the final. I'm gonna let you watch the match. If this goes well, I think I'm gonna do some Europa League graphics as well. And of course, my career mode is underway. You guys know that I like to spend a lot of time on the graphics and everything. And yeah, hope you guys enjoyed this video. Please drop a like, subscribe, and all of that crap. I'll see you next time.